متابعينا في السعودية أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة، درجات الحرارة كانت أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، طقس دافئ في أغلب المناطق، طقس حار نسبيا في مناطق أخرى خاصة على المناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر أيضا يوم غد وحتى يوم الثلاثاء على أن تبدأ المنظومة الجوية بالتغير اعتبارا من النصف الثاني من الأسبوع الحالي. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر المتوقع خلال الأسبوع الحالي، تحديدا خلال بداية الأسبوع الحالي، وطقس دافئ أيضا بسبب الكتلة الهوائية الدافئة المرافقة للمنظومة الجوية المسيطرة، وتغير بالأجواء نهاية الأسبوع نتيجة لاندفاع كتلة قطبية نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال الجزيرة العربية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم. الطقس صافي بشكل عام باستثناء بعض الغيوم العالية التي مرت فوق منطقة الإحساء، هي كانت عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة، حيث توضح تمركز لكتلة هوائية دافئة إلى حارة في عموم منطقة الجزيرة العربية خلال يومي الأحد والاثنين على أن تبدأ المنظومة الجوية بالتغير مع اندفاع لكتلة هوائية قطبية من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه شمال البحر الأحمر وشمال الجزيرة العربية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وحاد، تتغير أيضا المنظومة الجوية والأحوال الجوية بشكل جذري. هذه الكتلة الهوائية الباردة كما ذكرنا ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة، أيضا ستعمل على نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار انطلاقا من المنطقة الشمالية ثم تنتقل باتجاه باقي مناطق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. أيضا هذه الكتلة الهوائية الباردة ستترافق مع جبهة هوائية باردة يتوقع أن تعمل على نشوء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال يوم الأربعاء بإذن الله، حيث يقترب هذا المنخفض الجوي من شرق البحر الأبيض المتوسط ترافقه جبهة هوائية باردة تبدأ بعبور عموم منطقة الجزيرة العربية، تعمل على حدوث أحوال جوية غير مستقرة، هي حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي تشمل كل من المنطقة الشمالية الشرقية، منطقة حفر الباطنة، القصيم، حائل، وصولا حتى سواحل البحر الأحمر، وتشمل أيضا مدينة جدة يوم الأربعاء بإذن الله. خلال مساء يوم الأربعاء وليل الأربعاء على الخميس تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في عموم السواحل المطلة على البحر الأحمر، تتراجع شدتها في المنطقة الوسطى، بينما تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الشمالية الشرقية تحديدا المنطقة الشرقية والمنطقة منطقة حفر الباطنة، على أن تنتقل هذه الأحوال الجوية غير المستقرة نحو منطقة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، الطقس صافي 15 درجة مئوية الملموسة 14، رطوبة منخفضة والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 28 إلى 16، ارتفاع الحرارة يوم الثلاثاء 29 إلى 17، ويوم الأربعاء رياح نشطة وأتربة مثارة في مقدمة لتأثر العاصمة الرياض بجبهة هوائية باردة ترتفع قبلها درجات الحرارة تسجل 31 درجة مئوية، أما الصغرى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.